التكنولوجيا الحديثة تأثير لا يستهان فيه على أطفالنا. البعض يرى إيجابي، لكن في رأي الكثيرين يمكن يكون سلبي، وكون يسلبهم من متعة الاكتشاف والتحليق في عالم الخيال الواسع. للتعرف أكثر على هالموضوع معنا اليوم بالاستديو الاستشارية النفسية الأستاذة دكتورة ريم دويلة. صبحت الله بالخير دكتورة. صبحت الله بالنور، الله يحفظك. صبحت الله بالخير دكتورة. ومثل هالموضوع يمكن لما نتطرق له قلما نتطرق حق مثل هالمواضيع هذه، خصوصا مع تفاعل الأطفال بالتكنولوجيا اللي حولهم. يعني احنا نشوف سنتين ثلاث سنين يبدي يعرف يمسك التليفون والايفون يفتحه وغيره من الاجهزه، يتعامل معهم بشكل ذكي جدا لان عقليته جاهزه للتعامل. طيب نمنعهم؟ لا ما نقدر. شنو نسوي دكتوره؟ احسن حل بوجهه نظرك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، صبحكم الله بالخير، وانا شاكره لاستضافتكم لي لهذا الموضوع اللي للامانه الكل يتكلم عنه، لكن احنا عارفين نوصل لحل. الطفل في فتره زمنيه معينه كان في السابق عنده خلينا نقول الالعاب الحركيه، الالعاب اللي يستطيع انه ينمي فيها مهاراته. هذه ضريبه التطور في عصورنا، انه يكون هناك اجهزه مثل الايباد وما غيره. هذه الاجهزه طبعا تساعد له الطفل في جوانب معينة وتضر الطفل في جوانب أخرى. مثل شنو؟ إذا تكلمنا عن إيجابيات هذه الأجهزة، توفر للطفل المعلومات لحظة. يعني مثلا يعني بالسابق كانت الأم تشتري القصة، تشتري اللعبة مثلا أو الصورة حتى توضح تركيب وغيره، كان في وايد أشياء. لا خليك من التركيب، أنا قاعد أقول مثلا بعض المعلومات. على سبيل المثال أنا بعلم الطفل مثلا أشكال الحيوانات مثلا وأصواتها، ممكن أوفر له في هذه الأجهزة شكل مثلا النباتات، بعض أصوات الحيوانات. هذه كان نوع من أنواع التعليم. الجانب الإيجابي أنه يوفر لي بلحظتها. بالسابق كنا نلجأ إلى بعض الكتب، ممكن حتى في بعض تضغط عليه صورة تضغط عليه ويطلع لك صوت مثلا معين. هذه جانب إيجابي لعمر معين. طبعا اذا انا بتكلم من متنبدي بهذا العمر، نبدي يفترض انه يكون من بعد السنتين ونص تقريبا. سنتين ونص؟ نعم، بعد السنتين. قبل ذلك يفترض انه يكون العلاقه مباشره ما بين الام وما بين الطفل. نعم. تحاوره، تكلمه، لانها لما تعلمه طريقه الصوت منها هي، هو راح يتعلم نفس الشيء طريقه اصدار الاصوات. اذا بهالحاله هو قاعد يتعلم المهارات اللغويه. نعم. من خلال التفاعل حتى يصير عنده نمو في حتى مهارات اللغة، لغة الجسد. لما توصل له نظرة عين معينة، توصل له مثلا ابتسامة معينة، راح أوصل له شنو المعلومة. أما إذا تكلمنا على موضوع والله من متى أو شنو سلبياتها، إذا بتكلم عن سلبياتها طبعا أكيد لها سلبيات كثيرة أكثر من إيجابياتها. مثل شنو سلبياتها مثلا؟ سلبياتها بالنسبة للطفل الصغير، أولا تمنع عنده أو تقلل عنده النمو الاجتماعي، التواصل الاجتماعي. يعني بالأول منطوي، منطوي على ذاته، ما يتعلم مهارات التعاون، ما يتعلم مهارات المشاركة، يفتقد حتى نمو أو صفة القيادة. بس هذه ما هي نتيجة متطورة دكتورة بعد فترة من استخدامه. اي بالضبط. لكن في بدايات عمره، يعني عيال الناس من عليهم من 3 سنين 4 سنين 5 سنين يبدي يستعمله كنوع من الترفيه. نعم. ينزل ألعاب ويبدي يلعب. في ناس تتجه إلى أن نتحدد وقت. نقول له ترى عندك 5 دقائق باليوم، 10 دقائق، أكثر من كذي يضره يفيده، شنو دكتورة؟ تدري الطفل إذا ما لقى له بديل بيلجأ إلى هذا الآيباد. شنو البدائل؟ يعني الحين اللعبة اللي قاعد يلعبها أتوقع أنه ممكن أوجدها كلعبة حركية موجودة. وايد في شغلات فيها مشاركة، خاصة بالنسبة للطفل إذا كان مع زملائه في المدرسة أو مع بالبيت. خلي الأم تشارك، الأبو، والأبو مهم جدا يشارك معاه بالطفل ويقعد معاه ويلعب معاه، خاصة في ألعاب كثيرة. وأحلى لعبة يستانسون عليها الأطفال لعبة صيد السمك. صح. اللي فتح حلقه تشيل سمكه وتصيدها. الدكتوره هذه الالعاب قديمه. قديمه وما زالت. في منها. موجوده. نعم. يعني اذكر على 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 جيلنا ما كان في، اكثر شيء كان صخر، يمكن كنا نلعب كان شيء بسيط. صح. جدا. صح. الحين مع التطور اختلف الموضوع. في ناس عندها وجهه نظر تقول لك عادي خليه يلعبون، نهايه ما فيها مشكله، وين الغلط؟
لا، وجهة نظرها مو موضوع عادي، وجهة نظرها ان هي ما عندها وقت اساسا تجاب للطفل. ترى التربية ما هي سهلة. اي التربية عطى تليفون يسكت، عطى اي بالضبط، عطى كل شيء وانتهى الموضوع، لان الام والاب مشغول في هذا الوقت حاليا جدا مشغول. الحل الحل اني انا لازم يعني اتبنى موضوع التربية، لازم اني اتحمل موضوع التربية. هذا الطفل بيصير مراهق، انا الحين قادرة عليه بموضوع اني انا اعطيه الايباد، بعد ذلك انا ما استطيع اني اعمل عملية تحكم وكنترول على الطفل، لانه اصبح في سن المراهقة. لما يدخل سن المراهقة وقتها انا ابدي اصيح واقول والله ولدي طلع من ايدي او بنتي طلعت من ايدي. صحيح. الدكتورة ريم ودي أعرف الحين، في البعض يمكن اللي ضد مسألة الآيباد أو التكنولوجيا تكون بتناول يد الأطفال، إنه يقولك يمكن يحد من ذكاء أو الطفل يمكن نقول يمكن يصير غبي أو بليد. نعم. فهل هذا فعلا له تأثير، إنه ممكن إن الطفل يكون يحد من ذكاء من نموه الفكري، يكون بليد كسول؟ لا 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 ابدا، ما يحد من نسبة ذكاء، بل على العكس، هناك بعض الأجهزة بعض الألعاب إذا كانت تنمي عنده خلينا نقول قدرة الملاحظة أو مهارة تجميع أرقام معينة، تجميع الأرقام، مهارة مثلا التركيز، بعضها إيجابي. أنا ليش قاعد أقول فيها جانب إيجابي فيها جانب سلبي، بس وين الوالدين اللي يختارون شنو اللعبة المفضلة صح. حق الطفل وينمونها وهم يلعبون معاه؟ يعني تقصدين ان لازم الاهل يعني يختارون شنو الالعاب وبعدين يعطون الطفل الجهاز؟ نعم نعم، ومو بس كذي، انا احساس اني شلون انا ازيد من دائره التاثير على الطفل. انا شلون اقدر اثر فيه، لانه مو سهل ترى انك تاثرين في الطفل والتحكمين فيه بهالزمن. صح بالفعل، لان عندك المنافس القوي اجهزه الايباد. صح. هذه منافس قوي جدا في التربيه. متى ما استطاع انه هو يحصل على معلومة، أول نروح حق أمي وأبوي أسأل. الحين متى يبلش يفتح الآيباد ويدور؟ الحين إذا الأم من عمر 6 أشهر قاعدة تعطي عيالها الآيباد تشتري له وتحط له وعساس تلفت الأنظار. إحنا نبي لا، إذا في يعني أولياء أمور يبون يعرفون متى أنا أعطي طفلي الجهاز؟ تليفون أعطي جهاز يلعب. في فرق بين التليفون وما بين الجهاز. إنزين خلينا نتكلم عن الجهاز. إيه. جهاز كلعب، مجرد ان اللعب يفضل من بعد 2.5 3، يعني اللي يكون بيدخل مرحله رياض الاطفال. ليش؟ لان الفتره السابقه هذه محتاج نرجع مره ثانيه ونقول يحتاج الى مهاره نمو اجتماعي لغوي حركي انفعالي، يصير عنده يعرف يتعامل مع الام والابو. ليه متى يا دكتوره؟ في ناس اعمارهم 30 للحين مجابلين اجهزه شخصيا يعني. نعم. ويقول انا حياتي الخاصه بس هالاجهزه والتلفزيون وغيره. ليه متى ممكن يتطور ويا الموضوع؟ متى ما يعني توفر البديل. شنو هو البديل؟ شوف ما استخدمنا الاجهزه الا لان عندي وقت فراغ. صح. نعم. متى ما صار عندي بديل اشغل فيه وقت فراغي وقتها، شلون اشغل وقت فراغي؟ لما اكتشف مهاراتي، لما اكتشف مواهبي. ما في انسان، بس احنا أصبحت الأجهزة لأن سهولة استخدامها، سهولة توفيرها. طب. نوصل مرحلة إحنا راح نمل من الأجهزة أصلاً للعين بعد. أيوة هذا خطر ثاني بعد. دكتورة بس خلينا نكون شوي واقعيين، يعني الحين أنا بالمحيط الأسرة والأقارب يقولت أنا أشتري حق أطفالي ألعاب، أبي يلعب بيدا ينمي فكرة، يهد اللعبة ويروح حق هذا. إنزين أنا وصلت بزمن خلاص هذا اللي يبي الطفل، شلون أرغب إنه يوخر عن التكنولوجيا بجزء بسيط ويلجأ حق اللعب القديم؟ صح. إحنا ما نقدر نمنع عنا هذه الأجهزة، هذا واقع. ولكن إحنا نقلل نسبة الضرر. شلون نقلل نسبة الضرر؟ نقلل نسبة الضرر لما أخلي الأم والأبو يشاركون وأسوي مسابقة من اللي يفوز مثلاً لحلاوة، على سبيل نوع من أنواع الترغيب، يلا نشارك، نوع من أنواع المنافسة، نوع من أنواع المشاركة والتعاون. قاعد أغرس فيه قيم. شنو القيم؟ قيم مثلا المصداقيه، انه يكون صادق، ما مثلا ما يشذب اثناء اللعبه اني انا لا سويت وانا ما سويت. الطفل لا نستطيع ان نغرس فيه القيمه عن طريق بصوره مباشره. طبعا. ولكن عن طريق وسائل الترفيه. طبعا. اللي هي عن طريق اللعبه طبعا، مش عن طريق الايباد. دكتوره يمكن بما انك انت مرشده نفسيه ودي اعرج على موضوع بشكل سريع. الحين اذا بنفرق بين ايباد وبين تليفون ايا كانت المسميات هذه تختلف، لان كل البرامج تنزل على الاثنين.
فتلاقين الطفل يشوف اللي حوله يبدون يستخدمون برامج مواقع التواصل الاجتماعي ايا كانت هذه المواقع، يبدي يطلب، يبدي وده يشوف. وسمعنا يمكن تداولنا بين فتره وفتره مقاطع لاطفال صغار يتناقشون على امر في مدرسه بابتدائي مثلا. صحيح. متى اعطيه ويفتح مثلا يكون عنده واتساب وياخذ ارقام ربعه وغيره، متى اعطي الولد الاهليه انه يمسك تليفون؟ التليفون اذا كان بيستخدم للتليفون الاتصال أهم أنه بيستخدمه للبرامج التواصل الاجتماعي. إذا بفترض أنه هو التواصل الاتصال، يعني خلينا نقول من بعد، يفترض أنا يعني خلينا نقول من المتوسط إذا بالتليفون متوسط، مو معقول ابتدائي. لأن ابتدائي لا، الابتدائي ما راح يكون بروحه بمكان أيا كان، أكيد معاه شخص يعني راشد. بالغ راشد معاه. لكن لما يبدي بالمتوسط الحين يبدي يطلع، يبدي يروح، مستحيل يصير طفل بروحه. إذا استخدمنا بالنسبة للأجهزة التواصل الاجتماعي دائما وأبدا، خليك دائما أنت بقرب من الطفل. ما زال طفل، ما زال طفل يجهل هذه البرامج، يجهل استخدامها. ممكن يتواصل عن طريق مثلا، هو مثلا إذا تواصل عن طريق الواتساب مثلا، أو البرامج التواصل الاجتماعي مثلا عن طريق التويتر تقصد مثلا. الطفل عادة ما يستخدمون تويتر يعني، لا يمكن الحين قاعد نتكلم برامج تويتر تواصل اجتماعي، واتساب مجرد فويس تسجل يعني مدرسة ابتدائي. بالضبط. هذه التواصل الاجتماعي متى ما كان في قرب الوالدين، شلون طريقة الاستخدامه. أنا أرجع وأقول يعني اللوم شوية ركز على الوالدين، في أنه هو عط الجهاز وخليك يمه، عط لا تمنعه، لا تمنعه. ترى المنع بالعكس، كل ممنوع مرغوب. صح. وأنت بالعكس أنت تخليه يصير عنده حب الفضول أكثر، لأنه هو يقتني. صح. عط إياه وخليك يمه ووجهه وعلمه، وقول له شلون يستخدمه وأضراره والمنافع اللي ممكن، ولو أبدي بالمنافع قبل ما بتبدي بالأضرار عشان يصير التأثير عنده أكثر. أكثر إيه. يتقبل لك أكثر. صحيح. مثل لما أنت مدح شخص، أنت مدحه لكن بعدين إذا بتوصل له رسالة نقد سلبي مثلاً يكون. صح. في النهاية. ساندويتش. وبعدين الساندويتش عاد آخر شيء يعطيني. هذه قاعدة الساندويتش. دكتورة كل شكر لك، أنا مستمتع بالحديث معك. الموضوع يطول، تربية الأبناء موضوع صعب، ما هو سهل مثل ما البعض يتخيل. كل شكر للمرشدة النفسية دكتورة ريم لدويلة على هذا الحديث. بالنهاية هو تكنولوجيا وهي أجهزة متوفرة بالأيدي لدى الكل، بيدك، بيد الأهل تحديدا، هم من يصنعون طفل ذكي اجتماعيا وذكي في تعامله مع التكنولوجيا، أو طفل منطوي على ذاته بينه وبين التكنولوجيا. فاصل قصير مستمرين معكم.